المرحلة هذه أخذتها شوية كاستوعب الموضوع. مفاجأة خاصة من رولا عادل عبر إيتي بالعربي. رولا أنا اليوم كتير متحمسة لأنه نحن متواجدين بحفل كتير مهم وحصرياً حتخبرينا خبر لقيتي بالعربي. أهلاً كارلا، منورين اليوم. هذا الحدث جداً جداً شخصي وجداً مميز عندي طبعاً، اللي راح أكون ماما رولا. يا الله شو حلو صراحة، ألف 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 مبروك. خبريني كيف عم بتعيشي هيدي المرحلة؟ المرحلة هذه أخذتها شوية أستوعب الموضوع، يعني تعرفين الواحد لما يكون حياته دائماً أكتف ويسافر ويروح ويجي وفجأة يصير هالتغير بحياتنا، فلا عايشة طبيعي الأكتيفيتيز كلها لنفسها. بالعكس حسيت أنه صار شيء إيجابي بحياتي أكثر. ولأنه رولا عم بتعيش أجمل مرحلة بحياتها حاليا، فكانت حابة أنها تخلي هالإكسبيرينس تكون برايفت جدا بالأشهر الماضية، ولهيك أخفت خبر حملها على قد ما بتقدر، لكنها حبت تشارك هالفرحة أول شيء مع إيتي بالعربي من خلال الاحتفال بهالكيوت بيبي شاور معنا ومع أقرب أصدقائها. وهاليوم كان فعلا مميز بكل تفاصيله، ورولا المامي تو بي شخصيا اهتمت انها تنسق كل شيء على ذوقها من الكيك للبالونز للشوكليتس وحتى السوفينيرز. بس في شيء وحيد ما كان من اختيارها وهو الجيمز يلي لعبوهم الكل بهاليوم، فهالشي نسقته صديقتها هبه، ومن بين هالالعاب الثلاثه كان في لعبه البينجو واللي هي فاني كبير. والحلو انه انا ميسن محمد صديقه رولا المقربه ربحت بهالجيم. بينجو! اليوم يعني في جروب من your friends كلهم جايين يحتفلوا فيكي وأكيد كلهم عطوكي أدفايس، شو أحلى أدفايس عطوكي؟ الحمد لله يعني محظوظة بالصديقات والناس اللي حوالي، وأنت أكيد اليوم شفتي، فأحلى أدفايس أنه كن دايماً مبتسمين، دايماً متفائلين بالحياة، ما نتوقف على أحلامنا، بالعكس كل مرحلة بحياتنا لازم نعيشها طريقة حلوة، مثل ما قالت ميس Live the moments، عيش اللحظة. وهالسبيشل مومنت عم بتشاركها رولا مع زوجها هادي اللي حيساعدها كثير بتربية ابنهم بما انها حامل ببيبي بوي، لكن هل متخوفة من الأمومة؟ أكيد نخاف من إنه احنا نغير روتين حياتنا، بس لما أخذت هذه الفترة إنه لا خليني أخذها كفترة تقويني أكثر، أركز على نفسي أكثر، يعني أخطط للأشياء الجاية أكثر، أكون سيلكتف بالأشياء اللي أسويها أكثر، حسيت لا بالعكس مستعدة للموضوع، والحمد لله يعني وجود ناس حوالي من أصدقاء ومن أهل هذا الشيء أعطاني قوة أكثر. وهالخبر السعيد عرفته رولا بوقت تصوير مسلسلها الأخير دفعة لندن يلي انعرض برمضان 2023. خبريني مثلا كنت عم تتعبي، حسيتي لعية نفس، شو صار؟ ابدا شوفي، الغريب بالموضوع انه احنا كان المفروض نخلص تصوير بشهر، يعني قبل شهرين من الموعد المقرر، صار شوي في تاجيل. لما عرفت انه اني بريجننت قلت انه خلي الموضوع سر، ماكو داعي انه نحكي لانه راح نخلص، بس بعدين شوي شوي لا حسيت بمسؤوليه انه خليني لازم على الاقل شخص او شخصين بالسات يكونون عارفين. اللي صار انه بسبب تغيير الجو كل ما احس نفسي شوي تعبانه او مو مرتاحه اقول الاكل، هذا الجو، فيعني ما كنت مستوعبه الموضوع الا لما عرفت فعليا انه انا. ومن بعد ما تولد ابنها بالصيف ناوية انها تاخذ بريك قصيره وترجع تكمل شغلها فورا اكيد، لانه احنا كعمل او كشغل او كالتزامات لازم نرتب حياتنا على اساسها، فبالنسبه لي خصوصا بدايه مشواري ان كان بالتمثيل حبيت انه لا يعني اخذ الوقت المناسب اني ارتاح فيه، طبعا اكيد بعد الولاده، بس استغليت هذه الفتره لقراءات سكريبتس، لاني اخذ كورسز، اني اتدرب على اشياء ثانيه بحيث ترجعني قويه اكثر ومستعده اكثر.